أنا آسفة كتير أستاذ راغف، ما عنا ولا تخت فاضي، ما فينا نستقبلها هون، وخصوصي مثل ما شفت حضرتك بعد الحادثة اللي صارت، ما بظن تلاقي تخت فاضي ولا بأي دار أيتام بالمنطقة. لهيك أنا بعتذر منك كتير. لو سمحتي، بس الأستاذ هو اللي قال لي جيبها لعندك، حاولي، يعني وين بدي روح فيها هلا؟ يا حرام، البنت أبوها وزوجها ميتين، شو نعمل؟ دور بدار الأرامل. ما حدا منا كان عارفان شو رح يصير معه بالحياة، ولو منعرف كنا غيرنا، بس بدنا نعيش هالحياة وما بقى فينا نغير شي. يلا انزلي معي هلأ، ونصيحة إذا بدك تضلي تفكري هيك بهالطريقة صدقيني رح تتعبي كتير بحياتك. قليلي معك شي غالي بغراضك؟ إذا معك خبريها لبيشيمة، تعي رح عارفك عليها وهي بتخبي لك ياهم بالخزانة لحتى ما يصير أي سرقة. يلا تعالي بسرعة. بيشيما؟ يا بيشيما، في بنت جديدة اجت لعنا، علمية منيحة لكل شي. كتير شوب اليوم، يلا خفي ايدك، بدك تضلي طول النهار عم تشتغلي. مرحبا يا مدام. يا اهلين. عفوا، كنت من شوي بدار الايتام عند المديرة. ايه؟ وبعتت لكم هالبنت. ايه صح، خبرتني عنها. ايه. يا حلوة، تعي لهون. قليلي شو اسمك؟ غانغا. غانغا. الآن سألت لي إنه ما لحدا، كانوا بوقت المشكلة وزوجها ما تهنيك، وبعد اللي صار معهم بقيت هالبنت المسكينة لحالها وحيدة. ليش البنات دائما بيكونوا المظلومين بهالحياة؟ ليش دائما بيتعذبوا بهالدنيا وبتكون حياتهم كلها مآسي وأحزان؟ حتى وهنن صغار. بيشيما؟ بيشيما؟ ايه يلا جاية. شبك انتي؟ استني شوي. شبك ما بسمعك غير عم بتعيطي. بيشيما بيشيما، شو بدك؟ بيشيما ليكي، هاي غانغا أرملة جديدة رح تعيش معنا. خديها على ضفة النهر، غسليها وغيريلها ولبسيها تياب جديدة. ورجيني.
يلا بنتي امشي. عن إذنك. اسمك انت وبأي منطقة كنت ساكنة؟ كيف مات جوزك؟ كان مريض؟ بعدين ليش لابسة هاللبس؟ يعني مات يوم عرسك؟ يا بنتي قولي اي شيء. احكي، ليش ما عم تجاوبينا؟ جاوبيون، ليش ساكتة؟ احكي، عيب عم يسألوك الكبار، جاوبي يلا. احكي بنتي. شو يلا؟ لا تزعلي، هيك نصيبك بنتي. لا تخافي منهم حبيبتي، هدول النسوان كلهم ارامل مثلي، انكتب عليهم يفقدوا زواجهم، وبمجتمعنا ما بقى قدروا يعيشوا، ولأنه مالهم حدا قرروا إنه يعيشوا هون، وبيضطروا يطلبوا من الناس سقمة الأكل، وغالباً ما بيطلعوا من الدار لأنه عاداتنا بتفرض علينا هالشي. هون كلهم مثل بعض وإنتي صرتي واحدة منهم. ها؟ بدي ضل هون. يا كوافي يا بني خالي ساعديني، أنا خايفة منهم. لوين رايحة؟ بدك تهربي؟ ممكن تقدري تهربي منها، بس كيف بدك تهربي من اللي صار معك وهو مرافقك على طول؟ يلا ما بدي. تحركي يلا. تركيني تركيني، عم توجعيني. يلا قليلي لوين اخذتيني. تركيني الله يخليكي، قلت لك بعدي عني. تركيني ما بدي، تركيني بدي روح، بدي روح. امسكوها. شو بدك مني؟ بدي روح. اتركوني يا بنتي، بدي روح. اتركوني، بعدوا عني، بعدوا، اتركوني. خلصنا بقى. بس يا بنتي اسكتي بقى. بابا بابا بابا.
بنتي، هي تقاليد المجتمع يلي عايشين فيه. وقت تصيري أرملة لازم تعرفي إنه حياتك خلص انتهت. نحن هون مالنا أعدائي، نحن منعمل كل هالشي مع النسوان يلي بيصير معهم مثلنا. لو مانك أنت بنت محظوظة ما كنت اجيتي على هالدار. يعني لو ما كان عنا محل وين كنتي بدك تروحي بحالك يا مسكينة؟ الناس بمجتمعنا ممكن تتقبل أي شيء بالدنيا، بس الأرامل ما حدا بيتقبلهم والناس بتهرب منهم. المرأة الوحدانية ما لها مكان بها المجتمع ولا حدا بيعتبرها إنسانة، وهذا غير نظرات الناس إلها، نظرات بشعة. كلهم بدهم يستغلوا هالنسوان المساكين. بهالدنيا العالم ما رح ترحمك ابدا. وين اخذتوا لي تيابي وزينتي؟ بدك تيابك وزينتي؟ ايه، هدول بابا اشترى لي اياهم من محل كتير بعيد لانه بيحبني. رجعوا لي تيابي وزينتي، هدول بابا جابهم لالي. هي بنت مو مربايه، بشي ما صار لها ساعه عم تراضيها، ومع هيك ما فهمت شي وعم تقلل ادب. حاجتك دلع، انتي لازم تلبسي هدول التياب. يعني ما عم تفهمي انك ارملة؟ انتو فهموا، ما بدي. مو على كيفك يا بنت، هلأ حياتك تغيرت عن الأول. إذا ما رح تعملي مثل ما نحن عم نقلك وقتها رح تتعذبي كتير بحياتك. تلبسي هدول التياب وبتلتزمي بالعادات والناس بتتصدق عليكي لتاكلي، هذا اللي لازم تتعودي عليه من اليوم. بشو عم تفكر؟ لسه عم تفكر بالحادثة؟ اللي صار مستحيل ينسى بهالسهولة، وأنا الآن كتير على البنت الصغيرة. قلت لك أستاذ ما في داعي تقلق أبدا، حطيتها بدار الأرامل. ما هو لهيك أنا الآن عليها، بهالعمر لازم تكون عم تلعب أو تكون بالمدرسة، بس هي انجبرت تروح لهنيك. أستاذ أنت حساس زيادة عن اللزوم، ولحتى تقدر تعيش بهالدنيا لازم يكون قلبك قاسي شوي، واللي بتقدر تقدمه لهالبنت قدمت لها اياه. يعني ما بقى فينا نعمل شيء. بابا عن جد رح نروح نسبح بالنهر؟ بس انا ما بعرف اسبح ابدا. انت اكيد رح تمسكني ما هيك بابا؟ عنجد انه بنارس كبيرة كتير؟ مناك بقول انه في هنيك طيارات ورقية كبيرة وخيطان قوية واساور حلوين، مزبوط بابا؟ خدي كلي، اكيد بتكوني جوعانة. شوفي يعني ما بدك تاكلي؟ وليش قوليلي؟ لان انتو بتجيبوا هذا الاكل من الشحادة وهذا الشي كتير غلط. حتى بابا دايما كان يقول لي اني لازم اكسب اللقمه من عرق جبين. بس هي المواعظ والحكم ما بتطعميكي. نحن هذا اكلنا ورح تاكلي مثلنا من اليوم ورايح. قلت لك لا، ما حدا بيجبرني على شيء، ومستعده موت من الجوع ولا اكل هالاكل. طيب يلا بس كلي لقمه. خدي قلت لك لا. شو هذا اللي عملتيه؟ شو ما سمعتيني عم بسألك شو هذا اللي عملتيه؟ عم بسألك يلا جاوبيني. أنا قلت لها ما رح آكل من أكل الشحادة هاد. ما رح تاكلي منه؟ ما رح تاكلي؟ طيب رح شوفك كيف ما رح تاكلي. اسمعي يا بنت شو رح أقول، مجتمعنا بيفرض على الأرملة إنه تاكل بس من هذا الأكل، فهمانة؟ بس أنا بابا كان دائما يقول لي إنه عنا إيدين وإجرين لحتى نشتغل،
فليش لحتى نشحط؟ من شان هيك مستحيل آكل منه. يعني بفهم إنه أبوكي أفهم واحد بالعالم؟ ونحن وكل أهالينا وكل الكبار كلهم كذابين؟ آه؟ إيه كلكم هون بتكذبوا، بيشيما وإنتي كذابين وماميتا كمان كذابة، كلكم كذابين وعايشين مثل الشحادين، عيب. عم بتطولي لسانك علينا وليه؟ نحن أكبر منك. شو هاد؟ بس استني، بس استني شوي، إذا ما رح غير لك هالنفسية اللي عم تحكي فيها معنا وما بعلمك الأدب ما بيكون اسمي سودا. استني شوي. اسمعي يلا اعتذري، إذا ما بتعتذري وبتقولي إنك غلطانة رح أقتلك وليه؟ لا ما رح أعتذر منك لأن أنا ما غلطت بشي. ما بدك تعتذري مو؟ ما بدك تعتذري، أنا بورجيكي إذا ما رح تعترفي إنك غلطانة، اعترفي بغلطك وقولي إنك ما رح تعيديها مرة تانية، قولي قولي هلأ بموتك. ها اعتذري لشوف أختي. اعتذري اعتذري وليه؟ خلاص اعتذري خلاص خلاص أختي بكفي بقى، حاجة تضربي يا حرام رح تموت المسكينة. بشي ملك ليش ميبسة رأسها وما عم تعتذر مني؟ وتطلع عليها كيف عم تطلع بجقارة كمان؟ لك 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 خليها تعتذر! لك لشو كل هالعناد يا بنتي؟ خلصينا بقى اعتذري منا، يعني حابة انك تموتي من الضرب؟ انت غلطتي اعتذري بقى. لا ما بدي اعتذر منا لاني ما غلطت بشي. بس مات زوجك، يعني صرتي مرة أرملة وهي هي غلطتك يا بنت. بس أنا ما متت لما هو مات، أنا لساتني عايشة. عايشة عم تفهمي علي؟ يا رجلي اخ قديشني تعبانه تعبانه كتير. شو لقيمتى بدهم يضلوا نايمين هدول؟ بيشيما رح اخذ كل الاغراض، قوموا كلكم يلا فيقوا، لقيمتى بدكم تضلوا نايمين؟ وينك بيشيما؟ إذا بتريد يعطيني كاسة مي باردة حلقي ناشف وعطشانة كتير. إيه يلا. عم تلبسي تياب ملونة؟
ليلي انت طلبتي الاذن بالاول؟ ليلي لنشوف من مين طلبتي الاذن لتلبسي هاد. ليش استاذن؟ هدول لإلي. يا بنت هدول كانوا لإلك بس هلا لا. كم مره بدي اقول لك انه بعد ما صرتي ارمله لازم تضلي لابسه الابيض وما تشلحي. حياتك تغيرت. يلا لشوف شلحي. شو ما بتفهمي؟ هاتي اتركي لي ثيابي بدي اياهم. هدول بابا جايبهم. هاتي يلا بقى شلحي. هاتي اتركيهم. رجعي لي ثيابي اللي بابا جابهم. شو فرحانة بشعراتك كتير يعني؟ لا تقربي على شعري اتركيه. ما بدك تفهمي مو؟ هلا أنا رح فهمك بطريقتي شو وضع الأرملة وكيف لازم تكون عايشة. بدك تفهمي غصب عنك. اتركيني! لوين عم تاخذيني؟ اتركيني! تعالوا لنشوف شو القصة. اتركيني! شو القصاية؟ عم توجعيني اتركيني! شو اتركيني! خلص اتركيني! هيك عم توجعيني! ما بدي روح! ايدي! اي اتركيني ايدي! وقفي! اتركيني! اتركي ايدي! خلص اهدي بقى. بعده عندي اللي شارع الاخير. اذا بتريد بدي اياها تصير صلعه. لا ما بدي. اتركوني ما بدي. بعده عني. حاجة صرخي. ما بدي قص شعري. ما بدي صير صلعه. اتركوني هلا بدي صير بشعه اذا قصيتوا لي شعري. ما بدي قصه. بدي روح. رجاف إيه استاذ؟ بدي تتأكد إنه الكل أخذوا الأدوية وأغطيتهم ولا تنسى حالك. لا تخاف يا استاذ الكل أخذ. فينا نروح. لازم نوصل قبل الساعة 12. اليوم عندك قضيتين. أي والله تعرف ما حسيت بالوقت. يلا يلا امشي. يلا تفضل. هاد انتي؟ شو عم تعملي هون؟ كيدي بنتي يلا. ما رح اعمل لك شيء. قربي يا استاذ. تعالي جبت لك الموبايل. لو تاخرت بس شوي اكيد كان انسرق. تعالي يلا. شو ما سمعتي شو عم بقول؟ ما بدي. ما بدك؟ انا برجيك. دقيقة بس. شو القصة؟ قال هي بدها تقص لي كل شعري. بس انا ما بدي قص شعري. عمو ساعدني الله يخليك. هي عم تضربني كل يوم. ما بدك تسمعي الكلام. تعي لهون. ايه شبكتي؟ يلا تعي تعي لشوف. تركيا شو هذا اللي عم تعمليه؟ هاي زوجها ميت يعني صارت أرملة. ومع هيك بس انا ما شفت حتى وشه لزوجي اللي مات. صدقيني بس من لما كنت صغيرة خطبوني اهله لهذا الصبي. ولا
لما اجينا نعمل مراسم العرس صارت على ضفة النهر خناقة ومات بابا وزوجي، بس انا ما متت معهم، لساتني عايشة. الا ما يقصوا لي شعري. بس هي تقاليد مجتمعنا وقوانين دار الارامل، لهيك انت لازم تقصي شعرك. بس ما حدا منهم قصص شعره، طلعوا شعره مثلي طويل كتير. شو هذا؟ بنتي قليلي ليش ايدك هيك؟ هي ضربتني بالعصاية. عمو تضربني مو مشكلة، إلا تضربني قد ما بدها، بس لا تقصر لي شعري. ليش هيك البنت؟ كيف تضربي طفلة بهالقسوة هي؟ شوي، ما بدك تعرف قبل هي شو عملت؟ عم تكذبنا وهانت عاداتنا وتقاليدنا وأجدادنا وما قبلت تأكل بنوب. هاي طفلة بريئة وما رح تعمل كل هاد، وحتى لو بتكون غلطانة مو هيك أبداً بيكون عقابها. سهل تعمل لي محاضرة يا أستاذ، بس لحتى نقدر نحن نحافظ على الالتزام بدار الأرامل لازم نطبق القوانين والعادات تبعنا على الكل، وإلا ما كان حدا التزم والكل صار يقلل أدب مثله. طيب فيك تقلي لي وين قلت الأدب؟ أنا ما قللت أدب ولا عملت أي شيء، أنا بس قلت لكم أني ما بدي أكل من أكل الشحادة. رح تموتي من الجوع إذا ما رح تاكلي. ليك هاي البنت صغيرة بس أنت واعية وكبيرة، إذا محبة تقص شعرها خلاص تركي ليها. يعني أنت ليش حابة تجبرية تقصه؟ قلت لك القوانين بتمشي عنا على الكل ورح تقص شعرها مثل الكل، وهذا هو قراري النهائي وبس. مجتمعنا تطور كتير ولساتكن المجتمع بس تغير عليكن، بس بالنسبة لنا المجتمع لساته على حاله. ليكي بس القصة، لا تناقشني إذا بتريد. هاي البنت إذا ما رح تسمع الكلمة وتقص شعرها ما رح تبقى عنا. أساساً أنا ما بدي ضل بدار الأرامل. ما في عندك بيت، وين بدك تعيشي هلا؟ إيه وشو يعني؟ بابا بيقول لي دائماً إنه الدنيا كتير كبيرة. ماشي، إذا ما بدك تبقي معنا مو مشكلة بنوب، روحي. إيه روحي محل ما بدك تروحي عادي، بس خلي شغلة وحدة ببالك، إذا بدك تروحي ما بقى في إلك رجع لعنا نهائياً. يلا أمشوا. شو بنتي؟ لوين بدك تروحي؟ شو رح تعملي؟ ما بعرف. خلينا نمشي أستاذ، في عنا قضايا والموكلين ناطريننا. بابا بيقول لي دائما انه الدنيا كتير كبيرة. وافي أبوكي كان معه حق، الدنيا كتير كبيرة بس ما فيها أمان. تجي معي عبيتي. أستاذنا أنت شو عم تحكي؟ بيتي مانو كبير مثل الدنيا بس فيها تعيش فيه مرتاحة. يا أستاذنا فكر شوي، بالبيت الكل هن. اسمع، إذا أجيت معك عمو ما رح تقص لي شعري؟ لا أكيد لا. شو قلتي؟
فوتي. الشارع الصغير فيه هيك بيت كبير كتير. هذا قصر شاتور فيدي. المختار عنا كان عنده قصر كبير بس ما بيشبهه أبدا، ومع هيك قال شو شايف حاله بقصره. ياي إذا بيجي لهون ما بقى رح يسترجي يفتح تمه. عمو، كم واحد عايشين هون بهالقصر الكبير؟ في أنا ومعي مرتي وعندي صبيين، وفي أمي والطباخة والخادم. بس ستة هون وعايشين بهذا القصر الكبير؟ ايه، تعي معي، ما بدك تشوفيهم؟ يلا. ما حدا بيعرف يعمل شي، بس بتعرفوا تاكلوا. ما عرفتوا تلاقوا بنت وحدة بكل بنارس؟ القصة مو هيك، مبارح رحت وعزمت البنات وكلهم اجوا، بس بقي جوبتا ما اجت مع انه قلت لها. هي بتقدر تجي، بس بتكون كنتها لمدام ميشرا من تحت لتحت، عرفت انه بدنا اياها لاني سمعت انه كانت عم بتدور عليها اليوم من الصبح، وهي اللي بتكون اخدتها. صدقيني هذا اللي صار. هيك لكان. هلأ ميشرا بتكون عم تحتفل بهالمناسبة ونحن ما فينا لأنه ما كمل العدد. شغلي مخك شوي وتعلمي من كنة ميشرا، أكيد بتكون بطريقتها قدرت تقنعها للبنت. أما أنت شو عملتي؟ بكل بنارس وكل البنات الصغار يلي فيها ما عرفتي تقنعي ولا وحدة؟ مرت عمي قلت للشوفير الصبح وقال لي إنه رح يجيب شي بنت. ايه وبلكي ما لقى بنت هو التاني، شو نعمل ساعتها؟ ما فينا نخالف العادات، بعدين ما منتوفق بحياتنا. أما الصبيان لازم تخسر رجلين البنات بهذا اليوم من السنة وإلا ما بتتوفق. حتى لو غسلتوا رجليهم ما رح تستفيدوا شي لأنه العدد لسه ما اكتمل. مهراج. نعم. لمين عم تقول هالحكي؟ ما بدك مين يفهم هالشي؟ صار لي عمر عم بشرح لهم وشوفت عينك. طولي ما حدا فهم علي. إذا ما كنت موجودة معهم ما بيعرفوا يشتغلوا ولا شغلة أبدا. تعي لهون. صبي. إذا عندك مشكلة بموضوع غسل رجلين البنات قولي، ساعة ما نبطل نحافظ على التقاليد وأنا مو مسؤولة عن النتيجة. وجوزك ليش تأخر لهلأ؟ صبي صبي ماي صبي. راح ضفت النهر مشان اللي صار. ابني بيخاف على مشاعر كل الناس بس على مشاعر أمه لا. قلت له هالحكي من قبل، بس ما في فايدة من الحكي معه أبدا. لو بده يفهم كان فهم. اسمعي، روحي وقعدي هنيك بسرعة. يلا يا أستاذ. فيني افهم مع مين عم تتغامزي من هون؟ نسيت انه نيرجا جوزك اجا، خلص اعماله الخيريه. كل بنارس بيهتم فيها وببيته ما بيحضر مناسبه.
ألف مرة قلت له إنه هاي العادات ما بيصير ما نحافظ عليها. فكر اللي عم يساويه بفيده إذا كنت أنا زعلانة. ليكي حبيبتي قولي لحماتك إنه جبت لها البنت السابعة وليك قاعدة هون. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. طيب خلونا نبلش. وهلأ هيك صرنا جاهزين. انتو بلشوا يلا، أنا شوي وبرجع لعندكم. بس يا أستاذنا هيك راح يصير مشكلة مع الوالدة. أنت بتعرف أنه الأرملة ما بصغير تكون. لا تحكي هذا الحكي بنوب، هالأمور خاطئة والبنت بريئة، وإذا أرملة شو فيها يعني؟ وأمي هلأ ما بتعرف شي عنها، وأنا متأكد من كلامي. لا تقلق أنت. إيه بس وقت اللي راح تعرف بدك راح أطلع غير ثيابي. إذا خلصتي تغسيل رجليهم ضيفيهم حلو. وهلأ شو نعمة؟ رح أكتب الدعاء. تفضلي. تفضلي كلي يلا. ومين هاي؟ قولي لي هاي بنت مين؟ قولي من وين جاي؟ عم اسألك جاوبي شبهك؟ وليش البنت لابسه هيك تياب بيض؟ حطيها يلا، حطيها من ايدك. تعالي تعالي لعندي. أنا سألتك سؤال، ليش لابسة هيك تياب بيض؟ أنا ما لبستهم لحالي، العالم يلي كنت عندهم جبروني ألبس هيك. ومين هدول؟ وليش هدول العالم يجبروكي تلبسي تياب بيضة؟ قولولي مين هاي؟ ها؟ فهموني مين جابها؟ وليش لحتى العالم يجبروها أن تلبس ثياب بيضة؟ يعني أنت أرملة شي؟
أمي هي. أنت اسكت ولا كلمة. أنا عم أحكي مع البنت، أنت خليك ساكت. سألتك جاوبيني. أنت متزوجة شي؟ بابا هو يلي خلاني اتزوج بهالعمر، بس صدقيني أنا حتى ما شفت وشه للعريس. إيه طيب، وينه زوجك هلأ؟ لما صارت مشكلة على ضفة النهر، زوجي مات وأبي مات كمان. بس أنا ما عملت شي أبداً، صدقيني. مات زوجك وما عملتي شي، مات زوجك وما عملتي شي. يعني أنت صرتي أرملة هلأ، كيف بتعدي بين البنات؟